ضمن توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين، أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بالحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بدء فعالية تطبيق رؤية الأجندة الوطنية 2021، والتي تسهم في تقليص سنوات انتظار التقديم على الدعم السكني إلى أقل من سنتين. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الثالثة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان بمقر البرنامج، وجاء في الإحاطة الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج مع مصرف الإمارات للتنمية ووزارة المالية لضبط آلية نظام التمويل للمقدمين على البرنامج بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين. كانت الإحاطة اليوم دورية لبرنامج زايد للإسكان، تتكلم حول ما وصلنا إليه في برنامج زايد، سواء كان من خلال الاتفاق مع مصرف التنمية حول إنشاء المجمعات السكنية وتسهيل القروض أو المنح على المواطنين، وكذلك الدور اللي قام فيه برنامج زايد للإسكان في قضية تحقيق أو توفير الأراضي والمجمعات السكنية لبرنامج زايد من كل الحكومات المحلية. اليوم نحن حقيقة في برنامج زايد للإسكان خلال هذه السنة نمتلك أكثر من 7 مواقع لمجمعات سكنية بين 200 و500 مسكن. وبناء على المذكرة سيتم إصدار قرارات الدعم السكني لمقدمي الطلبات للقروض، وسيكون البرنامج المسؤول عن فتح ملفات التنفيذ وتوقيع العقود ومتابعة تنفيذ أعمال المشروع الذي استوفت شروطه. طبعا شرط ضروري جدا أن تكون عنده أرض لدراسة الطلب، اللي بيجيب أوراقه لازم يكون عنده أرض. إذا ما عنده أرض أول يحاول يحصل على الأرض، بعدين يجيب لنا الأوراق. إذا عند الأرض إن شاء الله على طول بندرس طلبه، وفي خلال أتوقع أنه خلال 2 بيكون له قراره معاه إن شاء الله. طبعا إحنا عندنا ضوابط، وهي ضوابط أعلن عنها أكثر من مرة، أنه لا بد أن يكون مساحة البناء ما تزيد عن 8000 قدم مربع. إحنا ما نقبل أشخاص بيبنون بيوت أكبر من مستوى أكثر من 8000 قدم مربع، أو مساحة أو تكلفة البناء تكون أكثر من 3 ملايين يعني أو مليون. 3 ملايين هذا حد أقصى. وأوضح البرنامج بأنه سيتم التواصل مع 5400 مقدما للطلب من المستحقين للدعم السكني منذ عام 2010 إلى 2013 لاستكمال إجراءاتهم، ويأتي ذلك حرصا من البرنامج على تحقيق رؤية وتطلعات الحكومة الرشيدة في تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الحياة الكريمة ودعم الاستقرار الأسري لجميع المواطنين.